بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فبما أن الله تبارك وتعالى قد من علينا بعد الإسلام بنعم جليلة، من أعظمها نعمة العقل التي فضلنا بها على كثير من مخلوقاته، فأرجو من كل من يستمع إلى هذا التسجيل من العقلاء أن يحكم هل ما عليه الصوفية حق أم باطل. وبعدين يعني انا بحب ريال مدريد جدا جدا، والله انا رونالدو ده بدعو له طوالي، يعني الكاس بتاع كاس اوروبا ده يعني ما اظن كان الريال ينيله لو ما دعانا احنا والفقره، يعني لانه كان الاتلتيكو ده غالبنا بواحد لحد نص دقيقه، فالحمد لله دعاء الفقره دعوات لحقت الجماعه درنا وسوينا. يقول شيخ الطريقة المكاشفية بالسودان المدعو مهدي الطيب المكاشفي: أنا بحب ريال مدريد جدا جدا، والله أنا رونالدو ده بدعي له طوالي، ألا يدل هذا الكلام على كذب الصوفية فيما يزعمونه لمشايخهم من التقشف والزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة، والواقع الذي ليس له من دافع أن كثيرا منهم منهمكون في ملذات الدنيا، وفيهم هذا الطاغوت الذي يقضي الساعات الطوال في متابعة دوريات كرة القدم العالمية حتى صار من الأوراد الراتبة والأدعية التي يواظب عليها رأس الطريقة المكاشفية بالسودان الدعاء لرونالدو. ثانيا، ألا تدل محبة هذا الصوفي لرونالدو النصراني الكافر على هدم الصوفية لعقيدة الولاء والبراء، وعلى تشبههم بالمنافقين الذين يتولون الكفار من يهود ونصارى وشيوعيين وعلمانيين وغيرهم؟ وقد قال الله تعالى ناهيا إيانا من محبة اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعز مبينا أن محبة الكفار خصلة من خصال أهل النفاق: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومعلوم أن أصل الموالاة هو المحبة، فاحذروا عباد الله من محبة أعداء الله تعالى. وأما قول الصوفي الكاس بتاع أوروبا ده ما أظن كان الريال ينيله لو ما دعانا نحن والفقرة، هذه كذبة صلعاء من كذبات الصوفية التي لا تحصى ولا تعد، والتي يحاولون من خلالها تسويغ عقيدتهم الباطلة بدعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم، والتي لم يجدوا ولن يجدوا عليها دليلا في كتاب الله ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيان هذا الكذب الفاضح أن لاعبي الفريق المذكور لا يعرفون المكاشف ولا الفقرة فضلا من أن يستغيثوا بهم، فهذا كذب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، رواه أبو داود. وهذا الكلام دليل على أن شيوخ الصوفية من الطواغيت الذين يرضون أن يدعوا مع الله تبارك وتعالى، وليسوا من الصالحين الذين عبدوا مع الله بغير رضاهم. قال سبحانه: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. والاستغاثة بالغائبين ضلال مبين وكفر بالله رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فاحذروا عباد الله من الصوفية
الساعين لإيقاعكم في الشرك الأكبر كدعاء الأموات والغائبين. وأما قول شيخ المكاشفية أتلتيكو كان غالبنا بواحد لحد نص دقيقة، هذه شهادة من هذا الصوفي المهرج على ضعفه وقلة حيلته، وهي دليل على سفه عقل من يدعو هذا الإله المغلوب الذي ظل مهزوما من فريق أتلتيكو أغلب وقت المباراة قبل أن يدرن معه هو وفريقه على حد تعبيره. فكيف يأتي بعد هذا من يقول أنا في زريبة الشيخ، يعني في حفظ الشيخ وحمايته؟ حمان الله والمسلمين من الصوفية ومن دعوتهم القائمة على الشرك والبدع والفسق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.